إنسان يعني شاب يعني متواضع فيه كل الصفات نتاع يعني الأخلاق التواضع الروح يعني الرياضية الله يبارك ويزيد خلى البصمة نتاعو يعني كلنا يعني نقول المرحوم رحمه الله سفيان يعني يبقى حي في قلوبنا نمقرر العين ستبقى حي في قلوبنا وأعيننا ولله ما أعطى وله ما شاء أخذ. يعني رانا جينا من مدينة وهران بن شي حكيمة تعرفوا رانا نمثلوا لعب القدماء أمين يعني بوششلاف الله يبارك ويزيد قادها يعني كلهم كانوا اليوم واجدين باش يعني وصلوا الرساله نتاع المرحوم يعني ويعني هذا قضاء وقدر يعني نترحموا على سفيان خونا لوكال. ماشي سهله سفيان في المباراه داخل يضحك مع لي جواره. انا كلاعب سابق ولعبت معه في عده سنوات في 7 سنين ولا ما تشوف من عنده والو، مي كي شفنا البارح المباراه وكيفاش طاح وكيفاش تصادم مع الحارس فريمو بزاف احنا نقولوا قضاء الله وقدر، انا لله وانا اليه راجعون وربي يصبر الوالده تاعه. واحنا انا كاسم لاعب وك على الجوار تاع جمعيه وهران نعزي العائله والاسره الكرويه السعيديه والخاصه ان شاء الله انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقه الموت بنفس باسم الخاص وباسم سكان معسكر وباسم فريق غالي معسكر نعزي لاعب والصديق السيد سفيان لوكال بهذه المصيبة الكبرى، ولذا نطلب من الله عز وجل الصبر لأهله ولسكان سعيدة ولزملاء تاعه. وشكرا. الجوار سفيان مسكين غاضنا بزاف والله لا غاضنا، والله يرحمه ويرحم أمة محمد والتعزية اللي ما عندي ما نقول مسكين الله يرحمه وما عندي ما نهضر.